في عندنا بقى كذا بارامتر كده ممكن نبص عليهم في البيم فورمينج. اول حاجه نختار كام اليمنت عشان نعمل بيهم بيم فورمينج. اوكي لو احنا بصينا على الايكويشنز بتاعت النير فيلد وعلى الزاويه بتاعت الدايفرجنز اللي كانت عندنا زاويه ثيتا، هلاقي عندي لو انا في عندي سنجل اليمنت اوكي هلاقي شكل البيم بتاعه عامل كده، النير فيلد قصير قوي والفار فيلد بيبقى بيسكلي بيدايفرج بشكل عنيف جدا، يعني بيبقى شكل البيم فعلا بيبقى سيء جدا في في في, في مسافه قصيره. كل ما بكبر عدد الاليمنتس بتاعتي طبعا انا باخد افكتيف ايه بتاعتي اللي هي الراديوس بتاع الـ بتاع السورس بتاعي بتاع البروب بتاعي او بتاع الترانسدوسر بتاعي هو مجموع دول اوكي، فبلاقي شكل البيم بتاعي بيبقى شكله احسن بكتير الحقيقه. اوكي شكل البيم بتاعي لو انا عملت له فوكسنج مثلا لان شكله احسن بكتير نتيجه لان انا عندي زاويه دايفرجنس بتاعت دي بتبقى ايه بتبقى احسن. فبيسكلي عدد الاليمنتس كل ما زاد، يعني عدد الاليمنتس اللي انا بستعملهم عشان اكواير كل ما زاد كل ما كان الكواليتي بتاعت الصوره بتاعتي بتبقى احسن. اوكي طبعا مش 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 على طول كده، مش يعني مش مفتوحه طبعا، بيبقى في عندنا ليميت ان احنا بعد شويه يعني عدد الاليمنت لما بيبقى كبير قوي بيبقى طبعا الجزء اللي قريب من البروب نفسه شكل البيم بتاعه ما بيبقاش كويس، فناخد في اعتبارنا بيبقى في عندنا تريد اوف بتوين الايه بتوين الاثنين بتوين عدد الاليمنتس وبتوين الايه كواليتي بتاعت الصوره بتاعتنا. في حاجه ثانيه ان احنا دلوقتي لما بنتخيل ان احنا خدنا مجموعه من الالمنتس دي عشان نعمل بيها ايه، نعمل بيها ترانسميشن او نعمل بيها ترانسميشن وريسبشن، يعني اكواير بيها خط. اوكي احنا بنتخيل ان احنا لو خدنا دول يبقى معنى كده احنا بناخدهم نبعت عليهم بنفس الامبليتيود ونسحب منهم بنفس الامبليتيود. اوكي اكشلي لو احنا بصينا على الشكل بتاع البروفايل بتاع الالمنتس في الحاله دي هيبقى يعني شكلها حاجه شكلها ريكتانجلر كده، شكلها عامله زي جيت. اوكي يعني انتوا فاكرين احنا كنا قلنا في الجزء بتاع الديفراكشن ان شكل البيم بتاعنا لما بنعمل فوكسنج بيبقى عباره عن او في الفار فيلد عموما لما بيعمل في بنبقى في الفار فيلد او في الفوكسنج بيبقى عباره عن الفوريه ترانسفورميشن بتاع شكل الابرشر بتاعتنا او شكل الترانسديوسر بتاعنا. فلو انا خدت شكل الترانسديوسر بتاعي شكله جيت كده بيبقى شكل الجيت دوت بيديني حاجه شكلها سينك كبروفايل، فالسينك كبروفايل بنلاقي ان هو فيه بيك وبعد كده بيبقى فيه حاجه تنزل لتحت كده ويطلع، يبقى في حاجه اسمها سايد لوبس. سايد لوبس يعني معناها ان في عندي مين لوب اللي هو الحاجه الاساسيه اللي انا ببص عليها، وبقى في عندي حاجه اسمها سايد لوبس كده بيبقى يعني اكن عندي زي السينك فانكشن كده، يعني في عندي بيك اصليه وفي بيك بعد كده فرعيه، في كذا بيك فرعيه. البيك الفرعيه دي مشكلتها انها ممكن تعمل لي ارتيفاكتس. اوكي فدي مش حاجه ظريفه خالص الحقيقه. عشان نحسن الكلام ده بقى بنرجع تاني للفوريه ثيوريم ونعمل حاجه اسمها ويندوينج. الويندوينج ده معناه ايه؟ معناه ان انا دلوقتي باجي على الاليمنتس الموجوده هنا دي بضربها في شكل كده عباره عن حاجه شبه الويندو، شبه مثلا حاجه زي الهامينج ويندو او الهانينج ويندو او حاجه زي كده، حاجه شكلها سموث يعني ما يبقاش ترانزيشن كده عنيف. اوكي فلو انا خدت حاجه شكلها بالمنظر ده كده ضربتها في الشكل بتاعي الاصلي يبقى معنى كده انا بتكلم ان انا باخد الفوريه ترانسفورميشن بتاع الشكل ده مش بتاع الايه مش بتاع الجيت دي. اوكي فمعنى كده الشكل دوت هنلاقي دايما الشكل الفوريه ترانسفورميشن بتاعه هنلاقي شكله ان هو عباره عن حاجه شكلها سموث يعني لها سنجل بيك سنجل مين لوب وبعد كده بتقل. العيب بتاعها ان احنا لما بنستعمل حاجه زي كده يعني احنا كنا قلنا قبل كده في الجزء بتاع الديجيتال سيجنال بروسيسنج ان احنا يعني مفيش حاجه نقدر ناخدها وما ندفعش ثمنها. اوكي فاحنا بيسك لما بنزود حاجه زي كده شلنا السايد لوبس دي ما بقتش موجوده او عملنا لها مينيمايزيشن بس في الوقت نفسه وسعنا شويه الايه المين لوب، يعني المين لوب بدل ما كانت رفيعه هنا كده الديبث بتاعها هنا او الويث بتاعها هنا صغير بقى الويث هنا اكبر شويه، بس السايد لوبس كل ان انا شلتها ده انجاز في حد ذاته، وده بيفضل اكشوري عن ان يكون عندنا سايد لوبس. اوكي؟ فطبعا الويث دوت هو اللي بيحدد لنا الريزولوشن بتاعتنا، ده الويث بتاع الخط بتاعي. اوكي؟ فطبعا لما بكبرها كده يبقى الخط بتاعي بيبقى اكبر، بس اكشوري احسن ان يكون عندي الخط ده اكبر شويه او يبقى فيه بليرنج في الدايركشن ده احسن ما يكون عندي ارتفاكتس جايه لي من السايد لوبس. اوكي فدي حاجه مهمه جدا. الحاجه اللي احنا بنعملها الويندو اللي احنا بنضربها هنا دي بنسميها ابوتايزيشن، يعني دي متعارف ان الناس بتسميها ابوتايزيشن، ودي الحقيقه منتشره في الرادار وفي السونار وفي الحاجات دي كلها، والحقيقه من الحاجات اللي اتنقلت للالترا ساوند من الايرلير ابلكيشنز للايه للحاجات دي. فيعني دايما احنا بنضرب في حاجه شكلها يعني تيبرد كده او شكلها سموث اكتر من ان احنا ايه احسن من ان احنا نسيبها كلها زي ما هي كده اكنها مضروبه في وحايد. اوكي فتاني في الجزء ده احنا بناخد عدد من الاليمنتس بحيث يبقى شكل الويث بتاع البيم بتاعنا يبقى معقول، وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا نعمل ابودايزيشن عشان نحاول نخلي السايد لوبس اللي موجوده عندي في البيم دي تختفي او ما يبقاش عندي سايد لوبس. التمن اللي بدفعه
هو ان انا باخد هنا برودر مين لوب. برودر مين لوب معناه كده ان كل خط من الخطوط بتاعتي effectively هيبقى اوسع من الخط اللي موجود في الايه في الحاله الاصليه دي. اوسع معناه ايه؟ معناه ان هيبقى في حاجه اكني بعمل بلورينج كده، اكني ماشي بحاجه يعني ما هياش دقيقه قوي. يعني الخط بتاعي دلوقتي بدل ما كنت ماشي بحاجه الويدث بتاعها مثلا 2 مللي بقت اكتر شويه، بقت 3 مللي مثلا. اوكي، فدي طبعا تفرق معايا في الريزولوشن بتاعه الصوره بتاعتي. بس تاني الشكل بتاع الصوره اللي ما فيهاش ارتيفاكت رغم ان ممكن الخط بتاعها هيبقى اوحش بيبقى احسن من يكون في عندي ارتيفاكت من ايه نتيجه للسايد لوبس بتاعتي.